هو الملف يعني أثير حقيقة بالاتساق مع قرب إجراء انتخابات مجالس المحافظات، فهناك من يستثمر هذه أو يستغلها. الملف بصريح العبارة هو عبارة عن كيلو متر بين الكويت والعراق، هذه أرض حرام. الطرفين اتفقا ليس الآن إنما في عهد النظام السابق بعدم دخول هذه الأرض الحرام وعدم استغلالها من الجانبين. شاهدنا كيف أنه هناك يعني أكو فد 250 بيت بنيت بمنحة كويتية، هناك بعض العوائل وجدت في هذا المكان، لذلك حصلت مثل هذا سوء التفاهم بين العراق والكويت. المسألة مسألة حدودية، مسألة أرض حرام تقدر بكيلو متر واحد لا أكثر. انتهت هذه الخلافات بالجلوس إلى طاولة الحوار وكل يعلم حدوده، هذا جانب. الجانب المهم أخي العزيز، ما ممكن اليوم لأي حكومة عراقية منذ 2003 إلى اليوم ليس من حقها أن تتبرع أو تستغني عن متر واحد بل شبر واحد عن أرض العراق. هذه أرض ملك للشعب العراقي وليست ملك لأحد، لا ملك لحزب ولا لتيار ولا لحكومة، لا سوداني ولا غير سوداني ولا أي حكومة كانت وزالت أو راح تجي. بالتالي هذه الأرض عراقية ما ممكن اليوم استغنى عنها وهي ملك للشعب العراقي.